تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا جميعا الصلاة، يا رب وفقنا لأداء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة، وارزقنا يا مولانا الخشوع والإخلاص، وعجل يا ربنا برفع هذا الوباء، وعجل بفتح المساجد في كل مكان، وعجل بفتح الحرمين الشريفين والقدس الشريف وكل بيوتك في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، الآن والكثير منا قد أدى صلاة العشاء والجباه ساجدة والأيادي متوضئة والنفوس مشرئبة إلى بارئها، تعالوا بنا جميعا نتضامن ونرفع أكف الضراعة إلى البارئ عز وجل بالدعاء. تعالوا بنا ندعو لأبنائنا وبناتنا. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه المدة التي جاءت فيها جائحة كورونا، رأينا العديد من العائلات، العديد من الأمهات والعديد من الآباء يشعرون بالخوف وبالهلع إزاء أبنائهم وفلدات كبدهم. الكثير منهم يخرج للعمل قصد البحث عن الطعام وعن لقمة العيش، وحينما يجيء إلى البيت يخاف أن ينقل معه العدوى ويؤذي أولاده وبناته وفلدات كبده. الكثير من الناس لا يخاف على نفسه الموت، يقول إذا جاءتني الوفاة مرحبا، لكن الخوف كل الخوف على الأبناء وعلى البنات. والبعض الآخر من الأمهات والآباء يحز في قلبه كثيرا أن أبنائه يتعثرون في الدراسة. الدراسة الآن، التعليم عن بعد والتعليم الرقمي لا زال فيه تعثر، وأبناؤنا وبناتنا صاروا حبيسين في بيوتهم بفعل الحظر الصحي، وحرموا من المدرسة، حرموا من الجامعة، حرموا من الخروج، حرموا من التجول ومن الحركة. ولعل الكثير من الأمهات والآباء يشعرون بالكثير من الهم والغم في صدورهم. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام ندعو الله جل علاه أن يتولانا وإياكم بالرحمة والبركة لأولادنا وأولادكم أجمعين. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، إنك وهبت لنا أولادا وبنات، وهبتهم لنا من غير حول منا ولا قوة، دعوناك يا ربنا فأعطيتنا الذكور والإناث، وقلت وقولك الحق: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان يا مجيب الدعوات، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا أجمعين. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، اللهم احفظ فلدات أكبادنا، اللهم احفظهم من كل مرض ومن كل سقم ومن كل علة. يا رب احفظهم بحفظك بلا حول منا ولا قوة. يا رب احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر أو ضر يلحقهم.
اللهم احفظ أولادنا وبناتنا أجمعين من الأمراض والأسقام والعلل. اللهم يا ربي يا كريم احفظهم من كل سوء. رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا كريم لا تجعل ابتلاءنا في أبنائنا، لا تجعل ابتلاءنا في فلدة أكبادنا. اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك، اللهم احفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم، يا حنان يا منان يا عظيم الشان. اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احفظهم يا رب في اليقظة وفي المنام، احفظهم في كل حركة وسكون. يا رب من كانوا داخل الوطن احفظهم بحفظك، ومن كانوا خارج الوطن احفظهم واسترهم بسترك، واجعلهم يعودون إلى آبائهم وأماتهم سالمين غانمين. اللهم إنا نستودعك أبناءنا وبناتنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين وصالحات ومصلحات. اللهم اجعل أبناءنا وذريتنا من صالح عبادك، واجعلهم من حفظة كتابك. يا رب وفقهم لتلاوة القرآن، حبب إليهم الصلاة في وقتها. اللهم اجعلهم من الذاكرين الشاكرين، واجعلهم من أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا. اللهم يا رب يا كريم أصلح لهم دينهم الذي هو عصمة أمرهم، واصلح لهم دنياهم التي فيها معاشهم. اللهم اجعلهم من أسعد الناس حياة وأرغدهم عيشة يا رب يا كريم. اللهم باعد بينهم وبين الحرام، باعد بين أبنائنا وبناتنا وبين الحرام. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك، اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، كما حفظت كتابك القرآن إلى يوم الدين، احفظ أبناءنا وبناتنا من الشيطان الرجيم. اللهم احفظهم من الشيطان الرجيم. اللهم يا أكرم الأكرمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتولى أبناءنا وبناتنا بعنايتك. ارزقهم يا مولانا صحبة الأخيار، ارزقهم صحبة الأخيار، وارزقهم يا رب خصال الأطهار. اللهم اجعلهم من المتوكلين عليك، واصرف عنهم أهل السوء، واصرف عنهم أهل البلاء. يا رحمن يا رحيم، إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تحفظ أبناءنا وبناتنا من كل الأمراض، من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. اللهم اصلح لهم الظاهر والباطن، يا رب اصلح لهم الظاهر والباطن، وبارك لهم في أسماعهم وفي أبصارهم وفي عقولهم وفي أفئدتهم. اللهم أنبتهم نباتا حسنا يا رب يا كريم، أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا حسنا، واحفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم. اللهم احفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم، واجعلهم يا مولانا من المتوضئين، من الراكعين الساجدين، من المصلين في الوقت والحين. يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم أن تبلغنا فيهم غاية أملنا بحولك وقوتك يا كريم يا منان يا عظيم. اللهم يا ربي متعنا ببرهم في حياتنا، اللهم متعنا ببرهم في حياتنا، وأسعدنا بدعائهم بعد مماتنا. اللهم أسعدنا بدعائهم بعد مماتنا، وأسعدنا بصدقاتهم خلفنا. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، إنا نستودعك أبناءنا وبناتنا، إنهم قطعة من فؤادنا وقلوبنا. اللهم إننا قد نخرج إلى العمل للبحث عن قوت اليوم، ونغيب عنهم. يا ربي إذا غبنا عنهم بعيوننا لا تغيب عينك عنهم. يا رحمن يا رحيم، في مكان غابت عنهم عيوننا لكن عينك التي لا تنام لم تغيب عنهم، فاحفظهم يا ربنا، احفظهم بحفظك واسترهم بسترك، حفظا يليق بعظمتك ولطفك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا. اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم ارزقهم برك، اللهم ارزقهم الهداية، وارزقهم الرشاد، وارزقهم الصلاح.
يا رب العالمين وأعينهم على الدراسة يا رب، إنهم قد حرموا من الدراسة في المدارس والإعداديات والثانويات والجامعات، وصاروا يدرسون في بيوتهم، وصاروا يجدون صعوبة كبيرة في التحصيل والفهم والحفظ والاستذكار. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير، أعنهم يا رب العالمين على الحفظ وعلى الفهم. اللهم يا رب بارك لهم في عقولهم، وبارك لهم في حافظتهم، وبارك لهم في أفهمهم. اللهم يا رحمن، يا معلم موسى ويا معلم آدم، علمهم يا رب العالمين. يا معلم موسى ويا معلم آدم، علمهم يا رب العالمين. اللهم يا مفهم سليمان، فهمهم يا كريم. يا مفهم سليمان، فهمهم يا كريم. اللهم يا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتهم جميعا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم يا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتهم جميعا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم يا رب العالمين، علمهم ما جهلوا. اللهم علمهم ما جهلوا. اللهم ذكرهم ما نسوا. يا رب ذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم يا مولانا بركات من السماء والأرض. اللهم ارزقهم البركة أينما حلوا وارتحلوا، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم يا حنان يا منان، أعن أبناءنا وبناتنا على دراستهم. اللهم ارزقهم قوة الحفظ، اللهم ارزقهم سرعة الفهم. اللهم نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، واجعلهم مباركين أينما حلوا وارتحلوا. اللهم يا رب يا كريم، واقذف في قلوبهم الإيمان، واجعل في قلوبهم اليقين، وانزع من قلوبهم حد الشيطان، واحفظهم من الوساوس، واحفظهم يا ربنا من الأمراض النفسية ومن الاكتئاب. اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم يا ربي يا كريم، اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا رب يا كريم، احفظ أبناءنا وبناتنا، احفظهم في كل وقت وحين. اللهم جنبهم الفواحش، وجنبهم المحن، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حنان يا منان، اللهم أحسن أخلاقهم. يا رب قلت وقولك الحق، وإنك لعلى خلق عظيم. يا رب اجعل لأبنائنا وبناتنا قبس من أخلاق سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهم الأخلاق الكريمة، اللهم ارزقهم السلوك السوي. أنت الذي تربيهم ونحن ضعفاء. يا رب كما ربيت نبيك المصطفى رغم أنه كان يتيم، وكان يفتخر ويقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وشهدت له بذلك وقلت له وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم يا رب نسألك أن تربي أبناءنا وبناتنا من عندك. اللهم ارزقهم قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة العقيدة. اللهم احفظهم من الشبهات، واحفظهم من الشهوات، واحفظهم من الزيغ ومن الضلال. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبهم الفساد والإفساد، جنبهم المخدرات والتدخين والخمر، جنبهم يا ربنا كل فساد. اللهم يا رحمن يا رحيم، سلمهم من العلل، وسلمهم من الآفات، سلمهم من شر الأشرار، وسلمهم من كل سوء. يا رب احفظهم آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا ولهم يا غفار. اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم. اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم، واجعلهم على الفطرة السليمة، وهب لهم من لدنك رحمة يا رب العالمين، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. يا حنان يا منان يا رب العالمين، اللهم أمدد في أعمارهم وارزقهم يا رب طول العمر. مدد في طول أعمار أبنائنا وبناتهم حتى نسعد برؤيتهم وهم كبار رجالا ونساء ناجحين فالحين. اللهم أمدد في أعمالهم، اللهم أمدد في أعمارهم، واصلح أحوالهم. اللهم ارزقهم الصحة والعافية في طاعتك ورضاك. اللهم يا رب يا كريم، نسألك في هذه الساعة المباركة
ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ كل أبنائنا وبناتنا. اللهم ربي لنا صغيرهم، من كان صغيرا فربه يا رب تربية إسلامية وأنشئه تنشئة ربانية. اللهم وقو ضعيفهم، من كان ضعيفا فقوه، اللهم جبر عظمهم وقو شكيمتهم. اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك. اللهم يا ربي يا كريم نق قلوبهم من الشبهات ومن الشهوات ومن الأباطيل ومن الضلالات. اللهم يا ربي وفق أبناءنا وبناتنا لكل ما تحب. اللهم واجعل ما تحبه يحبونه يا رب العالمين، وقربهم إلى كل عمل تحبه يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلهم لك من المتواضعين فترفعهم إلى أعلى عليين. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. اجعلهم لك من المتواضعين حتى ترفع مقامهم وشأنهم إلى أعلى عليين. اللهم يا رحمن يا رحيم واجعلهم من المقربين إليك، اجعلهم من المقربين إليك. اللهم اجعلهم مواطنين صالحين أعلي بهم منارة الإسلام ومنارة الوطن. اللهم يا رب وافتح لهم أبواب الرزق الحلال، افتح لهم باب العطاء الحلال. اللهم ارزقهم من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عن من سواك يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم جنب أبناءنا وبناتنا رفقاء السوء، اللهم اصرف عنهم رفقاء السوء. اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم أن تأتي نفوسهم تقواها وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمهم الرشد، اللهم ألهمهم الصواب، اجعلهم أبرارا يا رب العالمين، اجعلهم أتقياء يا أرحم الراحمين، اجعلهم بصراء سامعين مطيعين لك يا رحمن، ومطيعين لأوليائك محبين ناصحين للصالحين. اللهم اجعلهم لأعدائك مبغضين. اللهم يا رحمن يا رحيم عافهم في أبدانهم، عافي كل أبنائنا وبناتنا في أبدانهم، وعافهم في أسماعهم، وعافهم في أبصارهم، وعافهم في أنفسهم، وعافهم في جوارحهم يا رحمن يا رحيم. نسألك اللهم أن تتولاهم بالعناية والرعاية الكاملة. اللهم اشدد به عضدنا، اللهم اشدد بأبنائنا وبناتنا عضدنا. اللهم يا ربي وكثر بهم عددنا، وزين بهم محضرنا، وأحي بهم ذكرنا، واكفنا بهم في غيبتنا، وأعنا بهم على حاجتنا، واجعلهم لنا عونا يا رب العالمين، اجعلهم لنا كفاية يا رب العالمين. اللهم اجعلهم جميعا أبناؤنا وبناتنا، اجعلهم لنا مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين ولا غاضبين. اللهم أعنا على تربيتهم وحسن تأديبهم وحسن برهم. اللهم يا رب العالمين علق قلوب أبنائنا بالصلاة. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم اجعلهم من الدعاة إلى سبيلك المستقيم، واجعلهم من الفقهاء ومن حافظي الكتاب العظيم، واجعلهم من المبلغين عن رسولك الأمين. اللهم يا رحمن يا رحيم في هذه الأيام المعظمة ونحن على أبواب رمضان، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا أجمعين. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونور أبصارهم. اللهم احفظهم بما حفظت به القرآن العظيم، وارعاهم بما رعيت به الذكر الحكيم. اللهم اجعل القرآن الكريم لهم في الدنيا مرشدا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اجعل القرآن الكريم لهم نورا لأبصارهم، وافتح عليهم فتوح العارفين بك يا رحمن، وارزقهم الحكمة وفصل الخطاب، وارزقهم العلم النافع، وارزقهم يا رب العمل الصالح، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى. اللهم وجملهم بالعافية، وعافهم واعف عنهم. اللهم ارزق أبناءنا وبناتنا الرفقة الطيبة، وارزقهم المعلم الصالح والمعلمة الصالحة، وارزقهم الصحبة الصالحة الطيبة، وارزقهم يا ربي الأخلاق العالية. اللهم اجعلهم من أهل القناعة، واجعلهم من أهل الرضا، واجعلهم من أهل الصلاح والفلاح. اللهم ألبسهم من ملابس الكمال والحلل الفاخرة. اللهم انظر إليهم بعينك التي لا تنام، وتولهم بعونك، واحرسهم يا ربي بلطفك العظيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام
اجعلهم في حفظك وكنفك، اجعلهم في أمانك وجوارك. اللهم إنا نعيد أبناءنا وبناتنا، نعيد بهم بك من الشيطان الرجيم. اللهم احفظهم من كل شيطان ومن كل جان ومن كل إنس باغ أو حاسد، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين احفظ أولادنا وبناتنا أجمعين، واجعلهم ناجحين، واجعلهم فالحين. بارك لهم في الصحة وفي العافية وفي الأجساد وفي العقول وفي الأسماع والأبصار والأفئدة وفي الأخلاق والسلوك وفي التصرفات وفي العلم. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، أسعد بهم قلوبنا وأقر بهم عيوننا، واحفظهم من هذا الوباء يا رب، احفظهم من كل وباء، واحفظهم من كل بلاء، واحفظهم من كل شدة ومن كل كرب، واحفظهم من كل مرض وكل سقم. اللهم اجعلهم مرضيين، اجعلهم يا رب ميسرين، اجعلهم مباركين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. وأوزعنا يا ربنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا تحبه وترضاه. وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنت أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم اعطي كل ما ذكرناه لكل المسلمين والمسلمات ولكل المؤمنين والمؤمنات. يا رب كل سؤال سألناه لأنفسنا ولأولادنا اجعله لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل على نبيك المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.